حرق العراقيين الأبرياء اللي ذهبوا إلى مستشفى للحصول على أدوية أو رعاية صحية فقدموا لهم الموت. إحنا أمام جريمة قتل بشعة ومروعة ويجب أن لا نستهين بها. والدكتور يقول حتتكرر يعني. وتتكرر أيضا، بس هذا يطرح يعني يطرح مواضيع عديدة تتعلق بحادثة حرق العراقيين اللي تم بالمستشفى، أنه يخيل أنه لا يوجد إدارات وطنية مسؤولة عن إدارة هذه المستشفيات واتخاذ التحوطات وإدارة المستشفى بما لا يمكن حتى في كل التصورات أن تحدث مثل هذه الحادثة. إذا نحن أمام إدارات غير مؤهلة بعيدة عن الشعور والمسؤولية الوطنية في حماية أرواح العالم وإدارة المستشفى بصورة صحيحة. يضاف إلى ذلك يعني لما يجي السيد نقيب الأطباء ويعرض وضع المستشفيات الحالة، أنا أتساءل المبالغ الهائلة المرصودة في الموازنات السابقة أين مصيرها؟ هل نحن أمام مستشفيات حديثة متوفرة فيها كافة الأجهزة والتقنيات العالية ونحن دولة نفطية وإيرادات النفط مرتفعة رغم انخفاض في بعض المرات؟ أنا من رأيي هذه الحادثة يجب أن تناقش كونها جريمة قتل، يجب أن تخضع للتحقيق التفصيلي وإدانة كل من يثبت من أنه قد ساهم إهمالا أو تسببا بأي نوع آخر لغرض تقديمه أمام القضاء وإصدار القرار العادل بعقوبة يعني تنسجم وتتوازى مع هذه الجريمة البشعة. وأيضا إحنا كنقابة محامين نطالب الحكومة بتقديم تعويضات مجزية أيضا تعادل الضرر الذي أصاب عوائل وذوي الضحايا.